ما حكم أخذ شيء من اللحية؟ لا يجوز أخذ شيء من اللحية، بل الواجب إعفاؤها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى، والإعفاء معناه تركها وعدم تعرض لها، ويقول أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى. أحاديث صحيحة تدل على أن اللحية تترك كما خلقها الله سبحانه وتعالى، لا يتعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا بحلق، بل تترك كما هي. هذا هو الواجب على المسلم، ولا يقلد الجهال أو الفساق أو الكفار الذين يحلقون لحاهم في هذا الزمان، ويترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإعفاء اللحى من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن صفات الرجولة، وعدم اللحى من صفات الإناث والنساء. فلا يتشبه الإنسان بالنساء ويجعل وجهه مثل وجه المرأة ليس فيه لحية. نعم.